السلام ومرحبا بكم في حلقة جديدة من خبزولوجيا. بربي اسمعوا معايا الاكتخي هذا راهو تعبني برشا. وحيل الكلمة إلى ابن تونس الكبار الشيخ راشد العنوشي رضي الله تعالى عنه. أنا حسب في بالي عملنا ثورة باش ناكلوا الخبز ونعيشوا في حرية، مش باش نرجعوا لمجد ونصفقوا كما وقت بن علي. أعطينا الروبورتاج الأول. أعطينا عسلام أخوي، صفا؟ الحمد لله وأنتي؟ لاباس. بربي باش نسألوك أخوي، شنو القرارات اللي يلزم تخوهم الحكومة تحضيرا للموسم السياحي 2012؟ والله نتصور يلزمهم يردوا البحورات مهيئين لاستقبال السياح، معناها كل 2 متر فما بار. ها لوجيك. ها وشنو واخر؟ ونحبوا زاد يغليونا في الفودكا، الفلفل والطماطم والليسونس غلاب، قاعدة كان الفودكا. وحاجة أخرى، راو كي يزيدوا في سوم الفودكا تولي السهريات بلو سيليكسيوني. كي نسمعك تحكي هكا، نفهم علاش السهريات ولات تتكلف حقك اليوم. أون بلوس لي بواد دو نوي يوليو يسكروا 8 نتاع الصباح، باش واحد أو موان إل سيفاد. إل سيفاد؟ إي يهرب معناها. كيما قال مولييغ، وين الهربة وين؟ هو ديجا واحد هربة به من عند رب. اسمعني نزيدك حاجة أخرى، البنات حتى هما ما عادش يخليهم يدخلوا وحدهم، يلزمهم كومباني. كيما الأولاد كي يجي يدخلوا يسهروا البلاصة، يقولوا لهم كوب ليكزيجي. إيه، أما هذا من مشمولات الحكومة بالله. إي كي الحكومة ما تعمل في شيء، وموات لهنا بتنظيم السهريات. بربي تيستو كي يجي، ولا ما يسمع بيه حد. اما كي يجي القرضاوي تسمع بيه حتى كي تبدا في المجر. هاي ما هو الوطنيه رجعت كحليم تبندر للنظام الحاكم، دونك الببليسيتي تخلط فيسا. الوطنيه ياسر تيوح وما عندنا فيها حتى دخل، احنا جوست نحبوا نعديو صيفنا كيما قبل، عاملين جو ومن افتر لافتر. من لافتر لافتر؟ كي كان يهدوا عليكم الجماعه تو ترسلكم الكلكم فاستر فاستر. هاي صحوب ان شاء الله سيفك مبروك، سيس روحك. خوي السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بربي نحب نسألوك، شنو القرارات اللي يلزم تخوهم الحكومة تحذيرا للموسم السياحي 2012؟ بسم الله الرحمن الرحيم، أول حاجة لازم يتصيب السلاح في البلاد. سلاح؟ أي نعم، كل تونسي لازم عنده الحق في كلاشنيكوف وسونتروا. تقول كلاشنيكوف ما تفهمين فيه، هما سونتروا علاش؟ تيي سونتروا باش كان واحد ما مشيتش اموره في السلفيه الجهاديه يرجع نشال كيما كان. واضح. حاجه اخرى، نطلب من الحكومه باش تعطينا كل مواطن 5 قميصات و4 تيان. تيان؟ تيي سبيدر ونايك تيان. سبيدر تيان؟ هاي عندك الحق، اما ماكش تشوف اللي ما يخرجش على بعضه وجيبه وسبادري. يماكم تحبوا على الاسلام المديرن عاد يا اخي، قلنا من فوق جبه تابعه التعصب ومن لوطه سبيدرو. ايه معلم علاش سبيدرو؟ بربي سبيدر اسمه سبيدر، واللي حكى لك السبادر تيانين راهو يكذب عليك والله لا تربي. باهي بليزون بومبيرس، قول لي مش لاموضه زاد. بليزين صح عليك، انت معلم يظهر لي مازلت متبرنشي مع الثمانينات والتقدم ما يحلي لكم شيء. حاجة أخرى، الزمكتير يلزم تولي رياضة معترف بها ونعوذوا بها رياضة كرة القدم. لا ماني روحك كاك، التونسي مسو في كل شيء كان في كورة وشيخ. وبربي حاجة أخرى، نحب معلومة ياخذوها السياح اللي باش يجونا في الصيف، يلزمهم يحترمونا شوي خوي، يبدو ذكورة يربوا اللحية ولا الناس تلبس نقاب. يعطيك والله بقاب على راسك. كذلتني بالضحك والله. هاي اخوي سيفك مبروك. والله ما فهمت شان اليوصل للسلطة يدخل بعضه ولا شنيه الحكاية؟ بن علي شد رئيس صباغ شعره، الغنوش يربح الانتخابات بدل فمه، مازال كان المرزوقي يعمل لونطيخ ضر وينحي المرايات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلين معلم راسي، صافا؟ نعم نعم صافا جدا، بما أنك أنت طبيب الأسنان المشهور جيت كي تصلح أسناني عندك. يا هلا يا هلا، لك تقبرني، افتح تمي.
يا أخي هذا مش تم، هذا سلم محكمي، مقاولات خالد الإبي ما تقدر تغير فيه شيء. يا أخ بشار، إن خالد القبي في السجن، أنا أريد أن تصبح أسناني ممتازة جدا مثل أسنان نسي عجرام. لك شو معلي؟ رح تشارك في مهرجان قرطاج؟ لا يا ابني، يعني هذه السنة سيصبح اسمه سلامية قرطاج بإذن الله، أو بالأحرى حزب لطيف قرطاج. لك والله تسلم معلم، تسلم يا شيخنا. ما لا كيفاش، مش نرجعوا السياحة ونقوي الاقتصاد. اي والله أنا ما عندي شك في قدراتك، افتح افتح تمك حنطلع لك زروسك. قبل هذا أريد أن أغني لك أغنية جميلة جدا. لك تقبرني، تفضل. مزال عندك ما تقول، الحكومة غلط على طول. مزال عندك ما تقول، الحكومة غلط على طول. الغنوشي الغنوشي كول، الغنوشي الغنوشي كول، الغنوشي الغنوشي كول. مازال عندك ما تقول. بدي فمك. مهرجان كان، مهرجان الأفلام، الأفلام السينمائية. لا نريد في تقريرنا هذا أن نؤثر على لجنة التحكيم، ولا أن نقلل من مواهب هذا الممثل أو ذاك، بل الواقع يملي علينا أن نرشح من هو أجدر. الكفء بلغة المعلقات. فالأحداث والواقع السائد في قطرنا يحجم دخولنا المسابقة من الباب الكبير. نحن رواد الأفلام، نحن المفلمون. بالسهل أن يسأل من سيكتب هاته السيناريوهات. الإجابة ليلى بن علي. هذه الحلقة التي فاقت بخبرتها نواب الشعب الذي اجتمعوا لكتابة دستور، أقول دستور، نعم، فليلى كتبت كتابا في حين عجز المجلس عن إنهاء الدستور. دعنا من الكتابات والدستور ولننظر إلى المحتوى. فإطلاق سراح قيس بن علي لم يكن من محض الصدف، بل لتكتمل صورة الفيلم. هذا الفيلم الذي أبى المخرج إلا أن يرسمه لنا كفيلم متكامل، فيلم فيه الأكشن، فيلم فيه الكوميديا، أو قل هي ملحمة كما عرفها الرومان، ملحمة شعب ثائر ليقف أمام قهر فرض عليه عبر العصور. فإذا بالقهر الجديد أشد وقعا من القهر السابق، وعلى لجنة التحكيم أن تعطي لكل ذي حق حقه، وتسند الجريدة الذهبية لا بالمدور بالمالديفية، أن تسند هذه الجائزة لحكومة جديرة بالتأليف والتمثيل والإخراج. خذ هذا بتسليم الكلام. أنا راني ديموراليزي، أنا راني نحب نعيش مثل الناي، يا زي ما عانيت وقت بين علي، شبابي ضاعت عدا قدامي. بديت نعيس والله من ناحيتي، كل تحب تعيش مثلني، يزي ما فرقنا بين عليه وقيت بالشنعة ونوب عاغنا.
يزداي والمرزوقي حسب شاح كل قدي حمادي جبالي لعبها سندي يا بن جعفر بربي هات المفيد التأسيس ردت هنا روضة أمانة وشعب أمانة وشعب أمانة وشعب